عليكم السلام. يقول أترك صلاتي أحيانا من الناس، هل أترك صلاتي أحيانا حياة من الناس، هل تقبل مني إذا صليتها في وقت آخر؟ كيف تترك الجماعة عشان حياة من الناس؟ ما ينفعش الكلام هذا. ترك العمل من أجل الناس إيش؟ شرك ولا رياء؟ أنا أغنى الشركاء على والعمل من أجل الناس إيش؟ رياء. فما ينفع الكلام هذا، جزاك الله خير، هذا غير صحيح يا إخوان، افهموا هذا الكلام. وأفعل هذا دوما، أعوذ بالله. وأنت كمان متعودة دائما، متعودة دائما الكلام، لا، توب إلى الله عز وجل. وهذه وسواس، هذا obsession disorders، هذه وسواس أخي الحبيب، انصرف منها واقبل على شأنك.